ايه سر التحول في مشوار الاسماعيلي الموسم ده؟ يعني بالتاكيد طبعا كابتن ايهاب جلال كان ليه بصمه، لكن ازاي يعمل النقله دي؟ يعني ازاي فرقه بتعاني وبتخسر وبتتعثر طول الوقت مع اي منافس بيقابلها تتحول لانها عندها قدره على تخطي كل الماتشات حتى الصعبه منها، ويمكن اخرهم بيراميدز اللي كانوا بيلعبوا ناقصين فيه وتعادلوا في النهايه 2-2. لا هو طبعا شغل ايهاب وبصمته واضحه، هو اشتغل على النواحي النفسيه في الاول. ازاي هو ايهاب شاطر في الحته دي. ازاي بيلم اللعيبه وازاي بيلم اللعيبه كلها حواليه، ازاي بيحبب الناس في بعض، ازاي اوضه اللبس بتبقى هاديه شويه، ازاي بيوجد الدوافع لكل لعيب ان هو ممكن يكون ليه فرصه ان هو يلعب، ودي حاجه مهمه جدا. فتلاقي المستوى بتاع اللعيبه بيرتقي لان كل واحد بيبقى عنده هدف، انا لو بقيت كويس هلعب. فايهاب شاطر في الحتت دي، وهي دي اللي عملت له النقله بسرعه، لان اللعيبه هم امكانياتهم هم، ولكن هو اوجد الدوافع لكل لاعب ان هو ممكن يكون موجود وان هو ممكن يبتدي. مش مثبت الفرقه، بيغير طرق اللعب برضه، بيتعامل مع كل ماتش حسب المنافس اللي بيلعب قدامه، بيختار طرق اللعب اللي بتناسب. فهو ده كان من هنا النجاح. إيهاب جلال من الأسماء المحترمة جدا في عالم التدريب، محدش يقدر ينكر ده.